أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فلوسنا. سنناقش فيه وزارة الصحة مغارة أموال للمستفيدين ومغارة أسئلة للمواطنين. خلينا نشوف هذا التقرير على السريع ونرجع من جديد. تقاس نجاحات أي حكومات في المجال الخدمي عادة بمقدار نجاح خدماتها في مجالي التعليم والصحة ووصولهما بيسر وسهولة لشعوب تلك الحكومات، سواء عن طريق مجانية الخدمات أو قدرة الحكومات على سداد أقساط تلك الخدمات، سواء في شكل دعم لصناديق التأمين الصحي وسداد اشتراكات نيابة عن أفراد وأسر محدودة أو غير ذات دخل، أو قروض بنكية ميسرة في مجال التعليم. الحكومة في ليبيا قبل الثورة وبعدها جعلت من مجانية خدمات التعليم والصحة شعارات لها، لكنها كانت في معظمها عناوين لاستحقاقات مالية تصرف وتختفي دون أن يدري أحد كيف تبخرت. وعوداً على بدء، فأن وزارة الصحة الحالية لم تكن استثناءً للحالة السيئة التي كانت عليها ما سبقها من وزارات، إن لم تكن قد فاقتها سوءاً، فحتى قبل أزمة كورونا لم يكن أحد يدري عن مصاريف الوزارة فيما تذهب ولمن تذهب. فلا الوزير كان معروفاً لدى الجميع باسمه الشخصي، بل كان الوكيل دوماً هو المتصدر للمشهد، فكل خيوط اللعبة بيده ومقاليد الأمور ومفاتيح الوزارة. فهل كان ذلك مجرد صدفة أم هو أمر مرتب له بإحكام؟ المواضيع تتحدث عن نفسها، فساد في عقود توريدات الوزارة، تكليفات مباشرة لشركات تعد على أصابع اليد الواحدة، تقصير وإهمال واضحين في إمدادات المستشفيات الحكومية بمستلزماتها، وغياب حقيقي لعقود الصيانة والموجودة منها عقود على ورق فقط، رغم أنها وحسب الأوراق أيضاً قد نفدت واستكملت بطول البلاد وعرضها. المجلس الرئاسي فاقم أيضاً من حدة هذه الأزمة وضعف عمليات الفساد بإسناده إدارة جهاز الإمداد الطبي للوكيل نفسه وإغداقه ميزانيات بالمليارات لذات الوكيل، رغم أن مثل ما يقال أن الربيع من فم البابيبان. فلا ربيع بل صيف حار جاف، خصوصاً على المراكز الصحية بالدواخل التي تآكلت وتهالكت وأكل عليها الدهر وشرب، فأصبحت أثراً بعد عين ومجرد واجهات وربما أطلال. أدوية الأمراض المزمنة صار وجودها نادراً، فمرضى السكر والضغط والفشل الكلوي صاروا يعانون الأمرين، ولن نتحدث عن محتاجي العلاج الكيماوي، فحالهم بات معروفاً ولا يحتاج شرحاً أو توضيحاً. ومع انتجار جائحة كورونا صار الوضع كمان يصب الماء على الزيت، فلا الملايين التي تم صرفها كبحت جماح تزايد الحالات، ولا توجد أماكن عزل وإيواء مناسبة، ولولا لطف الله بنا لانتزعنا من أمريكا وأوروبا صدارة الحالات المصابة. فهل هذا كفيل بتوضيح حالتنا الصحية، أم أننا بحاجة لعدد من الضحايا لنعرف أين تتجه مسيرتنا الصحية؟ أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ورحب أيضا بضيوفي الكرام دكتورة فاطمة الحمروش وزيرة الصحة السابقة بالحكومة الليبية الانتقالية، السيد رضا العوكلي أيضا وزير الصحة السابق بالحكومة الانتقالية، السيد ناجي بركات مسؤول ملف الصحة السابق بالمكتب التنفيذي بالمجلس الانتقالي، ثلاثة وزراء صحة ما شاء الله. أهلا وسهلا بكم ورحب بكم جميعا، وأبدأ بما أملتوا علي بليديز فيست. دكتورة فاطمة أرحب بك وشكرا جزيلا لقبولك دعوتنا اليوم. حضراتكم الثلاثة زملاء سابقين، زملاء دراسة حسب ما فهمت. نعم، دفعة واحدة. شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك. الله يسلمك دكتورة فاطمة. دكتورة فاطمة، يعني حضرتكم اللي قريتوا برا وتخرجتوا من برا وجربتوا الشغل في الداخل، مع انكم نجحتوا في الخارج، ولكن يعني ما نقدرش نقول ما نحكمش ان فشلتوا، ولكن نسبيا نعم فشلتوا.
سبب الفشل متاعكم المنظومة المختلفة اللي اشتغلتوا فيها في ليبيا واللي اليوم تشتغلوا فيها في الخارج، شنو الفرق بين الداخل دكتورة فاطمة وإيرلندا في المكان اللي تشتغلي فيه؟ وين السبب الجوهري في الاختلاف بين ليبيا والداخل والخارج؟ نعم، هو يعني أنا نقدر أتكلم على إيرلندا لكن وجه عام أنت السؤال ممكن قال سبب في الاختلاف وفي نجاح القطاع الصحي في الدول اللي ناجح فيها القطاع الصحي وفشلها في الدول اللي فشلت فيها منها ليبيا في المرحلة الحالية. الأسباب واضحة طبعاً اللي هي الفساد المستشري وعدم وجود يعني طرق لمحاسبة المفسدين. أنا أتكلم على جميع المستويات، يعني بما فيها داخل المستشفيات، بما فيها خارجها، مثلاً الإمداد مثلاً، ما نقصدش جهاز الإمداد نفسه، ولكن استيراد الأدوية، استيراد المعدات الطبية، الصيانة، الشركات المسؤولة، العقود التي تقام. طبعاً ديوان المحاسبة يصدر كل سنة تقريره، ولكن بعد التقرير يحبر على ورق إن الكلام اللي فيه يستحق فعلاً التحقيق. ويعني أنا ما نقدرش نقول لك إن ديوان المحاسبة فعلاً إن كل ما فيه ممكن يكون صح، ولكن الغرض من ديوان المحاسبة إنه أو غالباً يكون صحيح أعتقد إنه يتم استدعاء الأطراف اللي متهمة بالأخطاء بالانتهاكات أو بالفساد، ولكن ما فيش مشفناش حاجة زي كده. ولذلك كيف توقع أن القطاع الصحي بينجح بالوضع هذا؟ طيب دكتورة، ليلة أول أمس ولا أول أمس السيد خالد شكشك رئيس الديوان كان في إحاطة، رئيس ديوان المحاسبة كان في إحاطة، قال كلمة في إحاطة للبرلمان وشكا من موضوع الرقابة المصاحبة. قال أنا مدابية كديوان أنتوا بتفسدوا لي الديوان الجسم متاعي، وأنا ما نبيش، مش نقصني شغل نشتغله عشان تزيدوا على كتفي شغل آخر، ويعني شكا من الرقابة المصاحبة. قال لكن كيف ما نديرش رقابة مصاحبة وقاعدين يعطوا بتكليف مباشر؟ لو كان حضرتك وزيرة اليوم هل حتقولي نبي رقابة مصاحبة ولا لا؟ حتبدي تصرفي من عندك من وزارتك وتحطي ثقتك في الموجودين في وزارة الصحة؟ والله بتجربتي ما نقدرش نحط ثقتي حتى خطوة من المكان اللي أنا جالسة فيه إذا كان موجود نخدم في ليبيا. للأسف الشديد يعني الرقابة ضرورية فعلا، هي ثقل ويجب مفروض ثقل شخص يؤتمن به على مهمة يؤديها بأمانة ويؤديها بحرص شديد على ممتلكات الدولة، ولكن اللي يحصل إنه مش بالشكل هذا في المرحلة الحالية. الفساد المستشري يجب وجود يعني ضروري منها الرقابة السابقة واللاحقة. طبعا في بعض التكليفات المباشرة اللي تحصل لأسباب مثلا اضطرارية استعجال، ولكن يجب أن ما يتركش الرقابة اللاحقة إلى نهاية السنة، يعني باعتبارها أنها تمشي مع التقرير بتاع ديوان المحاسبة. يجب أن يتم فيها رقابة مباشرة، وإذا حصل إذا وجد أي فساد في هذه العقود بالتكليفات المباشرة يجب إيقافها قبل استئنافها. لكن للأسف هذه هي الوسيلة لاستنزاف الأموال الدولة، وسيلة لإفساد القطاع الصحي بالكامل، لهز ثقة المواطن، وبالتالي استثمار الأموال الليبية في الخارج، وهذا هو المطلوب من المفسدين طبعا، لأن يعني ما يبوش أنه ينجح العلاج ولا ينجح القطاع الصحي داخل ليبيا، لأن خسارة لهم في جيوبهم للأسف الشديد. أشكرك دكتورة فاطمة، ابقي معي. ننتقل مباشرة للدكتور ناجي بركات. دكتور ناجي أشكرك جزيل الشكر على قبولك دعوتنا اليوم. شكرا لك، وتحية لفاطمة وتحية لرضا. وهو لأن الصوت ما كنتش اسمع فيك من بدري، فالوقت الحالي الصوت تمام جدا يعني. طيب بارك الله فيك على البرنامج هذا، وإن شاء الله إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ونعطيكم الصورة واضحة جدا شو اللي يصير اللي يحدث في ليبيا طيب ممتاز. دكتور ناجي، يعني أيضا حضرتك موجود حاليا في بريطانيا حسب ما نعرف،
النظام الصحي غادي مختلف تماماً، مختلف تماماً على ليبيا. أنتم ناس يعني يشهد لكم بالنجاح في 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 البلدان المتواجدين فيها، لكن الناس تقول مازال في نظرة عامة. الدكتورة فاطمة ألقت باللوم على الفساد، أنا متفق معها 100%، مع أن ما فسرتش أو ما أعطتهاش الوقت لربما اللي هي تعطي بشكل تفصيلي شنو هو الفساد السيستم اللي موجود. مثلاً خليني نحكي أن اليوم في من يتكلم، درت يعني درنا معادلة حسابية، لقينا أن لو كان دوينا دكتور الليبيين ما يحسبوش في الاستهلاك متاع المباني متاعهم اللي هو 5% في العام، على إذا قسمنا المبنى على 20 سنة، ما نحسبوش في العلاج في الخارج اللي تدفع فيه الدولة، ما نحسبوش في الموظفين اللي ندفعوا لهم في فلوس، ما نحسبوش في الإمداد الخارجي، إحنا الإمداد الطبي اللي هو نصرف عليه تقريبا 1 مليار بدون دراسة. أيضا ديوان المحاسبة، أمس رئيس ديوان المحاسبة تكلم على كيفية الاستيراد، لا يوجد أي آلية لمعرفة كم عدد الأدوية اللي نبوها، ولا في دفعة أنسولين فسدت بملايين الدولارات المدة اللي فاتت بسبب سوء تخزين وقعدها في المواني بشكل طويل. هل مفترض ان احنا نكملوا قطاعنا الطبي كقطاع عام بهذا الشكل، ام مفترض الحل الحقيقي هو تغيير جذري زي اللي موجود في البلاد اللي تشتغل فيها حضرتك دكتور ناجي؟ بارك الله فيك على السؤال هذا. وطبعا النظام الصحي في بريطانيا يختلف على النظام عندنا في ليبيا، لان صحيح. النظام الصحي في بريطانيا هو نظام ماهوش خاص، يعني النظام الخاص في بريطانيا حوالي ما يزيد على 17% بس يعني من النظام الببليك نسموه. هو يقولوا له شراء الخدمة من القطاع الخاص ولا دكتور؟ ما فيش قطاع خاص في بريطانيا إلا بسيط جدا، يعني ما يشكلش نسبة كبيرة جدا في بريطانيا، وهو قطاع عام يعني الدولة هي اللي تقوم به، يعني الناس تدفع في ضرائب وهي اللي تقوم به الدولة، يعني كامل شبه كامل، يعني المواطن يمشي للمستشفيات، يمشي للمصحات، ما يدفع في شيء يعني، بس يعني قطاع مثل ما عندك في ليبيا. وانا اخذ من وقتكم شويه معليش ان نعرف قطاع الصحه في ليبيا شو اللي عندنا وش هي الاسباب اللي خلت القطاع هذا يدهور. انت كما تعرف ان عندنا في ليبيا يعني مستشفيات كبيره جدا اللي هي سعتها من 60 الى 1200 سرير، حوالي 97 مستشفى، هذا حسب انا نعرف هذه الاحصائيه قبل 2012، مش عارف بعد 2012 بنيت مستشفيات جديدة ولا. السعة السريرية ممكن تصل حتى قريب 26,000 سرير. المصحات الخاصة الإيوائية أكثر من 100 مصحة في الوقت الحالي، عندنا مستوصفات قروية أكثر من 180، عندنا عيادات مجمعة أكثر من 37، يعني هذه كلها يعني كمباني موجودة، أطباء ما شاء الله يعني كلها تتخرج بالأولفات سنوياً، التمريض أكثر من 50,000 ممرضة ليبية مسجلة، ولا أعلم هل هم يشتغلوا كلهم ولا الإدارة حدد ولا حرج، يعني عدد موظفين قطاع الصحة في ليبيا ممكن قريب يوصل حتى ممكن عدد اللي يشتغلوا في بريطانيا، لكن اللي انت كلهم عال على الدولة، كلهم يأخذ في رواتب الإنتاج يعني ممكن صفر. هذه واحدة من العيوب الأساسية في قطاع الصحة. يعني المباني موجودة، لكن طبعا المباني أغلبيتها قديمة، ما تشم بنفس المواصفات بنفس الكفاءة اللي موجودة في أوروبا أو في دول أخرى. مثلا أنا نحكي ما نبوش نوصل لأوروبا في خلال يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو سنة أو سنتين، ولكن لازم تكون في خطة استراتيجية موجودة يعني لتنمية القطاع هذا في ليبيا. كذلك ما ننساش أن الكوادر ما فيش تدريب، احنا عندنا في بريطانيا مثلا او حتى في امريكا في ايرلندا في كل مكان، هنا في الدول الاوروبيه تدريب مستمر، والذي لا يتدرب ويثبت انه هو عنده اكريديتيشن او هذا محاسب او ممكن بعض الاحيان حتى يفصل. التمريض بنفس الشيء، فما وجه المقارنه بينه وبين بريطانيا بعيد جدا، ولكن ما فيش باس يعني نقدر نوصله. الأطباء الليبيين أثبتوا جدارتهم في بريطانيا، أثبتوا جدارتهم في أمريكا، في كل مكان أثبتوا جدارتهم. طبعا ينقص شيء واحد اللي هو طبعا الشيء الأكبر، طبعا الإدارة هذه نفس الشيء يعني ناقصة جدا جدا عندنا في ليبيا. يعني لما بتجيب تشخص
قطاع الصحة في ليبيا في عيوب كثيرة، فيها مشاكل كثيرة، لكن في فرص كبيرة جدا. يعني فرص هذه موجودة والمجال يتيح شكل على جميع الفرص، ولكن يعني صحيح لما تتفق المكان في وزارة الصحة صار يعني صعب جدا انك تعمل اي شيء في خلال 12 ساعة، خاصة الوضع الوضع الدكتور رضا نفس الشيء كان في نفس الموقف. ما ننسوش ان اللي حولك الاداره ماهيش كويسه كذلك. فوضعنا يعني في ليبيا يحتاج الى جلسه، يحتاج الى تفكير بصوت عالي بصوت واضح ان قطاع الصحه في ليبيا متهالك الى ابعد الحدود. وهو ليس متهالك في الوقت الثاني ولكن كان حتى قبل الثوره يعني متهالك جدا. طيب هو ما نبغاش نكون يعني في طموحاتنا ربما نفس دول دكتور هل تسمعني؟ نسمع فيك. قلت لك دكتور يعني ممكن ما يكونش طموحنا ان نكون زي اوروبا ولا زي بريطانيا، لكن يسمح لنا طموحنا مثلا نكون خير من الاردن، خير من تونس طبيا، خير من مصر، خير من دول اقليميه. احنا يعني شنو هو المناخ اللي موجود؟ يعني هل معقول ان الليبي يمشي لاخر الدنيا عشان يعالج يعتمد في علاج تركيا الاردن؟ هذوما علاج جرح. يعني هل كان صبينا الفلوس هذه كلها 400 مليون تقريبا نصرف فيهم سنويا على العلاج في الخارج، اليس توطين مثلا العلاج في الداخل كان يقدر يساعد المستشفيات متاعنا ان تكون افضل احسن بتغيير السيستم تاعها، ايضا نخلو فيها مشاركه بين قطاع خاص وعام، يكون الوظيفه المستشفى يكون وزاره الصحه تكون ريجوليتر، مش هي اللي يعني تكون مراقب للشغل، مش هي اللي تشري وهي اللي تبيع وهي اللي يعني وزاره الصحه فاشله لان كل شيء فيها عام، الجهات العامة هي اللي تشري، الجهات العامة هي اللي تقدر شم تشري، هي اللي في الأخير تشري، هي اللي ما تعرفش تخزن. السيد خالد شكشك أيضا تكلم على أن ما فيش حتى منظومة للأدوية في ليبيا، يعني أي صيدلية صغيرة تلقى فيها أدوية فقط لأن برايفت سيكتر، لأن قطاع خاص. لو كانت قطاع عام راه ما درتش نفس الشيء. طيب حنرجع لك دكتور بركات عشان تحكي لي على توطين العلاج في الداخل، ربما هذا موضوع مهم ايضا نحكي فيه مع الدكتورة فاطمة الحمروش، لكن خلينا نمشي للدكتور العوكلي. دكتور العوكلي اهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لانضمامك حضرتك ايضا معنا اليوم. اهلا بك استاذ احمد واهلا بالمشاهدين وضيوفك الكرام. اهلا وسهلا الزملاء والاصدقاء دكتوره فاطمه والدكتور ناجي بركات. اهلا وسهلا دكتور العوكلي. دكتور العوكلي ايضا موضوع اخر يسبب من وجهه نظري فشل الصحه في ليبيا، وهو عدم وجود خطه حقيقيه لوزاره الصحه، حتى يعني حتى حضراتكم خلينا نكون ربما منتقد ليكم، ما كانش في خطة، لا عملتوا خطة. الدكتورة فاطمة ما عجباش الكلام، حنجي ونسألك، حاضر حنجي ونسألك، لكن ما فيش خطة كانت واضحة، لا رسمتوا خطة، قعدتوا تحلوا في المشاكل اللي تحت رجليكم بس. هل في موانع كانت انتوا يعني درستوا وخدمتوا في الخارج حيكون عندكم يعني جايد لاين تمشوا عليه زي ما يمشوا عليه قبلكم، يعني دائما مفروض عارفين امتى بتجيبوا اللقاحات مثلا، قديش تبوا بالضبط، ما كانش موجود هذا كله. دكتور ليش هذا يعني ما كانش موجود؟ حنرجع لك دكتوره فاطمه، حاضر. شكرا استاذ احمد. نعم. بالاضافه الى ما تفضل به الاخوه الزملاء، سبب فشل الصحة في ليبيا يعني عدة أسباب مش سبب واحد. صح. ربما السبب الأساسي اللي هو يعني ممكن غائب عن ذهن الجميع أن ليبيا تنفق أقل من $1,000 على المواطن الليبي كل سنة في الصحة، لكن في بريطانيا وأيرلندا المبالغ أكثر من $6,000 أو ممكن $7,000 على كل مواطن. أمريكا تنفق $10,000 على المواطن الأمريكي للصحة في العام الواحد، فنحن ننفق في 1 على 10 من تلك القيمة.
فما فيش وجه مقارنة من 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 نواحي التمويل. كذلك طرق التمويل مهمة جدا، انك انت تمول القطاع الصحة عن طريق ميزانية موحدة للإمداد الطبي وميزانية موحدة للمستشفيات. حيكون صعب جدا ان يقوم مدير المستشفى ان يختار ويحدد احتياجاته ويتم توفيرهم بالطريقة التي يراها مناسبة، لان مش هو اللي يشتري. الإمداد الطبي هو اللي يوفر في الأدوية حسب معطيات الإمداد الطبي وليس حسب احتياجات المستشفى المعني. أضف إلى ذلك أن الموارد البشرية تختلف. إن عندنا موارد بشرية مثلا متوسط دخل الطبيب فيه بالاستشاري لا يزيد عن 1005 دينار. في نفس الاستشاري في الخارج حيكون بين 20 إلى أو أكثر $1,000 في الشهر واحد. أضف إلى ذلك احتراق القرار. لما ناخذ قرار في الصحة مبني على دراسة من عدد كبير من الخبراء ويتم احترامه من قبل الموظف الصغير في ديوان الوزارة وكذلك كل يعمل في أي مرفق صحي. غياب المعلوماتية شيء مهم جدا. ما عندناش نحن قاعدة بيانات على الأمراض المتفشية في ليبيا وكيفية علاجها وما هي أسباب الوفيات الأولى. هذه نقطة مهمة دكتور العوكلي، هذه نقطة مهمة جدا. عدم وجود قاعدة بيانات صحية للمواطنين أصلا مش غير للأمراض، يعني في بلدان الخارج يعني في عندك هيستوري حيعرف الدكتور أول ما يقعمز معك، عندك يعني رقم طبي مفروض يكشف به يعرف به حتى أمراض الوراثية لوالدك ووالدتك وما إلى ذلك. هذا أيضا مش موجود. هذا المفترض يكون شغل أي وزير يشد وزارة مثلا دكتور. صحيح، هذا المفروض يكون، لكن نحن جينا في ظروف صعبة جدا. معظم الوزراء اللي هم الآن ضيوفك جوا في ظروف صعبة. أنا أعرف دكتور ناجي بركات أشتغل في الوطني في المجلس الانتقالي تحت ظروف قاسية جدا، ما كانش في ميزانية لمدة عدة شهور من بداية الحكومة في عهد الثورة. الدكتورة فاطمة أيضا عملت تحت ظروف أمنية صعبة جدا في طرابلس، وأنا أعلم ذلك جيدا، يعني واستغربت لما زرتها في طرابلس في صيف 2012 وقلت لها كيف وزير الداخلية ما يقدرش يأمن لك مبنى الوزارة وكيف يكون مبنى الوزارة مؤمن من قبل ميليشيا تابعة من أحد ميليشيات طرابلس. كذلك نحن ما عملنا في الليبيا المؤقتة لم يكن لدينا ميزانية لا في البداية ولا في النهاية. كل ما كان نعتمد عليه أنه هو بعض الأموال التي تم اقتراضها من البنوك التجارية المحلية، ويتم إنفاق أكثر من 90% من تلك القيمة على رواتب العاملين الغير متوفرة عن طريق تمويل الدولة، وبالتالي كل ما تبقى لجميع الوزارات هي فتات، يعني لا تزيد عن عشرات الملايين لكل سنة لكي يتم توزيعها بين السبع أو ثمان وزارات التي كانت تعمل وتعمل تحت ظروف صعبة جدا. طيب، فصعب جدا أنك أنت تحكم على أي وزير سواء في الغرب أو في الشرق بعد 2011 بالفشل في عدم توفر الأمن، في عدم توفر احترام القانون، وعدم توفر الميزانية اللازمة لتقديم الخدمة، وفي نفس الوقت هو كان المنتظر منكم لأن جئتوا في وقت مفصلي تغيير المنظومة. دكتور أنا متأكد أنك أنت غلطت في الأرقام اللي ذكرتها، لأن 10,000 دولار خلينا نتكلموا على أنه مش 400,000 نسمة المواطن الأمريكي، خلينا نتكلموا على 300 مليون نسمة. 10,000 في 300 مليون تتكلم على 3 تريليون، هذا الرقم بعيد كل البعد عن الواقع دكتور، ويعني متوسط هذه أرقام متأكد منها 100%. لا يمكن أمريكا دكتور يقارب إلى 10,000 دولار للمواطن الأمريكي واحد. هذا يساوي 3 تريليون في السنة دكتور، كيف يجي الرقم هذا؟ أنا ميزانية قطاع الصحة في أمريكا أكثر من ميزانية الدفاع الأمريكي. في الواقع في مبالغ كبيرة تهدر في أمريكا، واحد اكيد دخلت فيها موضوع الابحاث وكذا، وهذا موضوع تجاري عند الامريكان، ماهوش لا ينفق على المواطن الامريكي، هذا يدخل في فلوس هلبه للامريكان، لكن انه تصرف بهذا يعني خمسة تقريبا متوسط في اوروبا 5
خمسة أشخاص يأمنوا عليهم توصل $2,500-$3,000 أنا هيك يعني اللي نعرفه، لكن 3 تريليون أكيد الأبحاث. لكن أهم شيء اللي هي لو نشوف ميزانية قطاع الصحة في بريطانيا تزيد عن 6,000 جنيه استرليني في لكل مواطن إنجليزي في السنة. نحن ننفق يعني حوالي 1/10 أو بكثير 2/10 من تلك القيمة. في نفس الوقت عندك سوق سودا وعندك صعوبة في توفير عملة صعبة في شراء الأدوية والمعدات. كم دكتور؟ كم في بريطانيا؟ في بريطانيا عامل العوامل الأساسية في فشل القطاع. في بريطانيا كم للفرد؟ حوالي 6,000 جنيه استرليني. أعتقد دكتور النصف، أقل من النصف. أنت متأكد أكيد من معلوماتك دكتور ولا؟ لا الأرقام هذه متوفرة، ممكن لو حبيت ممكن أوري لك بعد دقائق على الشاشة. أوكي ممتاز تمام. لا أنا مش حن نجادل معاك، أنت أكيد أدرى مني بهذا الكلام. طيب ابقى معي دكتور العكلي، وخليني نرجع مرة أخرى للدكتورة فاطمة. دكتورة فاطمة كان عندك رد على 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 هذا الكلام، تفضلي دكتورة فاطمة. نعم، بس قبل في تصحيح للدكتور رضا، التأمين الوزارة كان في وقتنا عن طريق وزارة الداخلية ولم يكن عن طريق ميليشيات، لكن للأسف وزارة الداخلية قرر وزيرها في وقتها أن يضم جميع الثوار اللي هم ميليشيات لوزارة الداخلية، فما عنديش خيار يعني. وزارة الداخلية هي الميليشيات كانت ولا تزال عندي يومنا هذا على فكرة. تأميني أنا الخاص شخصي كان عن طريق وزارة الدفاع اللي هي تتبع لجويلي، بس للتصحيح دكتور رضا، لكن عندك حق لكن فيه إيضاح يعني في الموضوع، ما كانش الله غالب هذا اللي موجود. بالنسبة لخطة الوزارة، نعم أنا على فكرة جميع الوزراء لما استلمنا الحكومة الانتقالية طلب منا تقديم خطة الوزارة، وأنا يعني كغيري من الوزراء قدمنا خطة الوزارة، كانت في خطة واضحة وبدينا حتى في تنفيذها. يعني بالرغم من الوضع الأمني السيء الوقت هذاك، ليش أسوأ من الوضع الأمني اليوم؟ فنسبيا كان أفضل الوضع الأمني في ليبيا في سنة 2012. للأسف فعلا منظومة الأدوية اللي تكلمت عليها أستاذ أحمد مش موجودة، وحاولنا أن نديروا منظومة أدوية تربط جميع الصيدليات الحكومية داخل ليبيا في جميع أنحاء ليبيا. يعني المشروع تمت مقاومته بشكل عجيب. أيوة طبعا. نقطة أخرى، تقرير ديوان المحاسبة في 2012 ذكر واضح، كان التقرير إن الأدوية اللي تصل لجهاز الإمداد، على فكرة جهاز الإمداد ما يتبعش للوزارة الصحة، يتبع لرئاسة الوزراء. الأدوية اللي تصل يتم تهريبها عبر الحدود، صح، والتسهيلات من حرس الحدود التابعين لوزارة الداخلية. يعني حالة يعلم بها الله يعني. وطبعا هذاك الوقت كانت بداية فقط، مش يعني اللي نشوفه فيه اليوم، خلاص فلات الأمر من أي سيطرة في جميع البوابات. فهذا مجرد تصحيح للفكرة إن ما فيش خطة، في خطة لكن الخطط تحتاج من ينفذ. مني أنا نعرفك جريئة دكتورة، من اللي كان وقف قدام هذا المشروع الوطني؟ أوكي أنا يكفيني إنك أنت حاولتي إنك أنت تديري هذه المنظومة حتوفر مليارات، مئات الملايين من الدولارات. مشروع وطني بامتياز، أي حد بيحل المشكلة من جذورها هذا يجب أن يحترم. طيب من اللي وقف هذا الموضوع دكتورة؟ والله يا أستاذ أحمد بش نعطيك اسم معين نقول لك فلان هو اللي وقف هذه، ما نقدرش لأنه ما فيش تحقيقات إدارة. ولكن اللي حصل إن الإدارة نفسها، هو طبعا طريقة استيراد الأدوية في ليبيا والمعدات الطبية تختلف. المعدات الطبية تتم عن طريق إدارة المعدات والأدوية، ولكن الأدوية نفسها تقدم الوزارة القوائم المطلوبة لجهاز الإمداد. جهاز الإمداد مستقل إداريا وماليا ويستورد الأدوية للصيدليات في ليبيا. هذا الوضع مستمر ويتبع جهاز الإمداد لرئاسة الوزراء، ما فيش سلطة في الوزارة عليه.
اللي حصل إنه لما جينا نبغى ندير المنظومة تم الأول يعني تقدر تقول ناقد المشروع بالكامل، وعلى أن هذا مشروع فيه اللي مقدمه بفلوس والكلام زي هذا، فقلنا لهم باه يديروا زي ما داروا في تونس. تونس يعني نظام الإمداد ممتاز، يعني ما يصيرش خلل. صح. نعم. فحتى هذه لما توصل لعند رئاسة الوزراء تنحط على الرف وما يصير شيء. أنا طبعا واضح إن هذه أكيد الجماعة كلهم عارفينها، إن كان عندي خلاف شديد مع رئاسة الوزراء بسبب ملف الجرحى والفساد اللي كان في الملف، ورفضي الاستمرار الملف الجرحى ما كانش يتبع لوزارة الصحة في فترتي، كان يتبع لهيئة شؤون الجرحى اللي هي تتبع لرئاسة الوزراء بإشراف الكيب ومصطفى الشاغور، ولكن الإدارة كانت الله يرحم الجميع الأحياء والأموات. فنرجع لكلامي، اسمح لي. الملف كان يتبع للجماعة هذوما، وكان رئيس أشرف بن إسماعيل والنائبين بتاع اللي هو دكتور علي بوشواشي و الريشي عثمان الريشي، مهندس عثمان الريشي اللي هو تو اليوم يعتبر محطوط مستشار للسراج للأسف الشديد. هيثم اللي تو تكلمت عليه حضرتك ممكن بعدين إذا كانت بتجيب سيرته نقدر نتكلم عليه، ودوره حتى هو في فساد ملف الجرحى، تو اليوم وكيل الصحة، ومش يعني هو تقدر تقول بالعامية يضرب يعور، هو اللي يتحكم في كل شيء في الوزارة. مازن بن رمضان في ليبيا مش في الوزارة كان... نعم في ليبيا مش في الوزارة. سوري ما سمعتكش. يضرب يعور في ليبيا مش في الوزارة دكتورة فاطمة. هو تعبير عامي ولكن هو التعبير الأنسب في الوضع هذا، يسمح لي يعني. الموضوع الثاني الآخر اللي هو مثلا مازن بن رمضان كان مسؤول على آلية الدفع المؤقتة في أيام المكتب التنفيذي الدكتور ناجي بركات، أكيد يعني حاضر فكرة، كان مع علي الترهوني ومراجع غير اللي هو لعند اليوم مازال وكيل المالية. مثل رمضان اليوم أصبح مستشار للسراج، والآلية الدفع المؤقتة تم عن خلالها استنزاف الأموال الليبية في الخارج واستثمارها في الخارج تحت مسمى العلاج. يعني الأمور خارجة عن السيطرة، وللأسف شديد كل من يقف ضد أي فساد أو خلل يتم يما إزاحته أما ممكن حتى تقدر تقول اغتياله، يعني زي مثلا الحصادي الله يرحمه قتل النائب العام وغيره وغيره وجدين تو ما نقدرش أنا وأنا تم ما نقدرش نقعد في البلاد لأن أصبحت يعني مطلوبة رقم واحد. كان في شخص اتهم بالفساد في ليبيا يعني بشكل مرعب هو أنا، وفي حين أن يعني السبب هو أني وقفت ضد المفسدين وحققت وقدمت التحقيقات في كل جهة ما صار شيء. فاش تبي تدير يعني؟ بالعكس والجماعة اللي نحكوا عليهم كلهم تبقوا قاعدين في مناصب شغال، كنت بيها تمشي البلاد بالشكل. طيب هنرجع للسيد وكيل وزارة الصحة، تمنيت أنه هو يخش معنا، ومعني أنا متأكد أنه مش حيخش معنا، لكن نقولوا له أن الباب مفتوح لنا معنا إذا كان يبي يرد على أي كلام من اللي حنقولوه بعدين. دكتور بركات، توطين العلاج في الخارج، توطين العلاج في الخارج يشوب فساد مضاعف في المبالغ. في رسالة للسيد محمد هيثم أتذكرها أرسلت لتركيا يتكلم، أنا ما نعرفش حتى كيف الرجل هذا يعني متخرج من طب، كاتب إن متوسط العلاج، أول مرة نعرف إن في علاج ليه حاجة اسمها متوسط، 10,000 دولار ضارب في 8,000 الجرحى. يعني كأن أنا لو كنت نتكلم على رباطي مع دنوس لربما اخترت تعبير أنسب من اللي اختار السيد محمد هيثم، متوسط سعر علاج عمري ما سمعت بها هذه. خليني في موضوع العلاج في الخارج، ألا كان الأجدى أما كان الأجدى إن إحنا نوطنوا العلاج هذا حتى نفتحوا بيبان للقطاع الخاص؟ 400 مليون دولار لو كان بس الدولة
تبصر بصارة الحكومة وتقول راو احنا بنصرف العام الجاي 400 مليون دولار في علاج السرطان، انا متأكد ان القطاع الخاص في ليبيا حيبني مستشفى متكامل لعلاج هذا السرطان ويتم داخل ليبيا بدل معاناة السفر ومعاناة يعني موضوع زمان التوار وعلاجهم كان حتى ترضي لهم هم ان هم يسافروا وما الى ذلك، وشفنا كثير من الناس مش مجروحين ولا مضروبين ولا كذا وطلعوا يتفرهدوا من جميع الناس المتحاربين، كانت فيكيشن يعني لهذو الناس، ما كانتش رحلات علاج. وواحد يعني شفنا ناس عمليات تجميل، نفخ شوارب ونفخ يعني كان في رحلات استجمام فيها. هل هذا ايضا باب من ابواب الفساد دكتور ناجي؟ وهل اذا كان فعلا قلنا ان احنا نبغى نصرف هذه المبالغ للقطاع الخاص الليبي لمستشفيات خاصه ليبيه، كنا شفنا تطور لهذه هذا القطاع ايضا دكتور ناجي؟ طبعا هذا اكبر باب فساد ممكن في وزاره الصحه بعد الامداد الطبي هو العلاج في الخارج، وخاصه بعد 2011، والدكتورة فاطمة عندها علم كبير جدا بالموضوع هذا وحاولت بقدر الإمكان أن الموضوع هذا يطلع للوجود ويحاسبوا الناس اللي مسؤولين عليه، ولكن ما فيش حد يسمع، ما فيش حد يحاسب، لأن فيه منوبولي، في ناس وراء الموضوع هذا كسبوا كتير كسب غير شرعي وفساد وسرقات. وبالمناسبة الدكتورة فاطمة تكلمت على الآلية المالية المؤقتة، أنا من نفسي عارف الموضوع هذا، وكنت لما درنا لجنة وللعلاج في متابعة الجرحى في الخارج أيام الانتقالي والتنفيذي كان مازن رمضان عضو معه، من نفسه هو ذكر لي أنا بنفس الواحد لأنه حاول يقحمني يعني نوقع على عقد شركة الميدا اللي هو جري معاها وأعطاه الفلوس، وكان المبلغ اللي تحت 560 مليون إلى حد اليوم ما فيش حد يعرف إيش صار في المبلغ هذا. هذه واحدة من الفساد. هذا مازن بن رمضان اللي شاد اليوم أولى ليبيا ومستشار عند الرئيس فايز السراج. اللجنة موجودة والمحاضر موجودة وكل شيء موجود، هو ذكر الموضوع هذا وهو اللي وقع، جاب لي يبيني موقع لشركة الميتا، قلت له أنا ما نعرف شيء على الموضوع هذا، ولكن شيء جاب وزير آخر ووقع على الوزير الثاني ومشت شركة الميدا. من هو الوزير اللي وقع على دكتور ناجي بركات؟ أرجوك أنك أنت تجاوب. أسماء شيء وقت إن شاء الله. بالنسبة لتوطين العلاج قولي أنت يا دكتورة فاطمة، قولي. اسمح لي يا دكتور ناجي أنا قطعت عليك، بس خليني نكون واضحة في الموضوع، مش محدش يحسبها نارة ومش حتى أنا بنحسبك أنت، قولي لنا. لا لا على اساس لا فاطمه عارفه انا نعرف انه مش عليها، بس لكن لازم يطلع اسم معي التنفيذي مش وزير التنفيذي احنا. لا دكتور ناجي يا ريت لو حنخليك تكمل كلامك توا، بس يا ريت تدور سماعه بعد ما نكمل معاك توا، يا ريت تدور سماعه لان صوتك يقطع وكلامك مهم جدا، نبي نسمع باكثر وضوح والمشاهدين بيسمعوا اكثر. تفضل سيدنا، تفضل دكتور ناجي، تفضل. بالنسبه للتوطين علاج، توطين العلاج في الداخل، وهذه يعني فكره يعني مش حديثه، يعني حتى من قبل الثوره وكان عندنا مشروع كبير جدا مع الحجازي آخر وزير في الصحه، واشتغلنا على الموضوع هذا، واشتغل هو كان عنده شجاعه ودار حاجات كويسه، ولكن للاسف الشديد وين يجي في القرار في التنفيذ يوقف. وفي نفس الوقت نفكر فيها انا الكيب الله يرحمه دعاني للمكتب وقال لي شنو هو اللي تقدر تساعدنا فيه دكتور وكذا كذا، قلت له نقدر نساعدك في حاجه واحده، انك من العلاج لازم يكون في الداخل بالنسبه للجرحى، وهذا في الاقتراح اللي موجود وتقدر تسووه. قال لي بدك يكلف، ودرنا دراسه، جبت للشركه درت دراسه وكل شيء، وبعدين لما في شهر 4 رحت شفت له وقلت له ايش صار في الموضوع، قال لي والله ما نقدرش نديره الوقت الحالي. المهم جاء بعدار قلت اوكي. بعدين نفس الشيء زيدان، لما جاء زيدان عليه زيدان طلب مني نفس الشيء، والله نفس الشيء، وجبت له 3 عروض لعلاج الجرحى في ليبيا، جرحى بالذات وكيف علاجهم، مراكز تأهيل، مستشفيات، في نفس الشيء جابوا له عروض شركات، فكان يوفر للدولة الليبية
يعني بلايين، ولكن ما فيش الظروف. طبعا في بعد الثورة ظروف صعبة، القرارات ليس في يد شخص واحد وإنما في عدة أشخاص وفي جهات معينة، كذلك البيئة ما هيش مناسبة جدا جدا. ولحد الآن إن شاء الله ونطمح أن تكون دولة مدنية في ليبيا، وأن هذا الموضوع يكون يتطرق له بأسرع، لأن عندنا الكفاءات، عندنا القدرة، عندنا يعني إحنا يعني عندنا يعني نختلفوا على مثلا تونس، على الأردن، على مصر، على الجزائر، عندنا عدد السكان شوية الحمد لله ربك عطينا خيرات كثيرة، عندنا كفاءات جيدة. يكفيك إن عندنا في خارج ليبيا أكثر من 1500 كونسلتنت استشاري موجودين. أنا متأكد لو أن 10% منهم بس يرجعوا يشاركوا في الموضوع هذا توطين العلاج في الخارج، ليبيا حتكون عندنا ألوفات مئات من الأخصائيين والدكاترة الليبيين داخل ليبيا حتى هم موجودين. يعني تسهل جدا الموضوع، ولكن يحتاج إلى حكومة جيدة، يحتاج إلى قيادات جيدة في داخل تقوم من أجل الدولة، من أجل الوطن، من أجل المواطن، وهذه ما هي صعب يعني الموضوع، ويوفر كثير جدا جدا أموال لليبيا، في نفس الوقت يوفر كثير جدا للمواطن، المواطن يكون بين أهله، بين ناسه، بين يعني ما يصرفش إيجارات وما يصرفش صح. مساكين الناس اللي يعالجوا في الأردن سرطان، الأردن بلد غالي نسبيا، حتى السكن باليوم يعني أقل سكن تقدر تسكن فيه مين؟ صح صح صح. طيب بعدين الجنس السرقات اللي تصير يوميا، السرقات اللي تصير يوميا هذه في الملف العلاج خارج، يعني سرقات يعني بالهبل يقولوا يعني. طيب كثير دكتور جدا دكتور ناجي في متلازمة في متلازمة دكتور ناجي، أنا بس قبل ما نكمل خليني نكمل معك في متلازمة من زمان، يعني شركة زي اللي حكيت عليها هذه الوسيطة، زي في شركات أخرى، زي شركة في الهند، حنرجع للدكتورة فاطمة مع السيد محمد هيثم، دائما في شركة في النص. ليش وجدت هذه الشركة؟ ليش ما تتعاقدش الدولة مباشرة مع المستشفيات أو السفارات في تلك الدول، تتعاقد مع الشركات نفسها؟ مع أن صارت هي عند تركيا وحدث فساد برضو، لكن تكون مقننة مفروض أكثر. ليش هذا ما يصيرش؟ ليش في شركات في النص دائما؟ والله موضوع شائك جدا. أنا نذكر لك قصة صارت حوالي قبل 3 سنوات في أيامات الدكتور نور الدين اللي كان وزير الصحة بعد في فترة بعد دكتورة فاطمة. نعم. وكلفوا لجنة جت لي للندن من 3 إخوة طبيب ورئيس الإمداد الطبي وأخت في الإمداد الطبي، وجوا اللجنة هذه وقالوا الوزارة تتعاقد مباشرة مع الصحة هنا في بريطانيا وبيعملوا برنامج شراء الأدوية، تدريب كذا كذا، وقعدوا يومين هنا وشاركت معهم والبرنامج ماشي، وقدموا مقترحات ووافقت وزارة الصحة هنا في بريطانيا والكل وافق، والتدريب حتى كلية الطب الرويال كوليجز أساسا أنه يأخذوا أطباء، وكله بنسبة يوفر للدولة الليبية 40% من كل شيء. فروحوا الملف هذا وعطوه للسيد الوزير، والوزير رفع للسيد زيدان، وبعد شهر الإخوة 3 هذا ما أقيلوا من وزارة الصحة، والله أقيلوا من وزارة الصحة، أقيلوا مرة واحدة بعدين حييني اليوم. ودكتور واحد منهم معروفهم بيش نذكر لسامي، ليش؟ لأن في مونوبولي، فيه لأن لازم يتم كل شيء عن أسماء معينة وشركات معينة، لأن في عمولات، في سرقات، في نهب، في فساد. هذا هو الكلام. صح صح 100% صحيح سيد العوكلي. أنا بس نبي نعتذر للسيد العوكلي. سيد العوكلي كلامك صحيح 100%، 3 تريليون يصرفوا فيها أمريكا، لكن من بينهم العناية بالعجزة، العجز الأمريكان، وهذا يصرفوا عليه بكمية كبيرة. أنا أعتذر منك، كلامك أنت الصحيح 100% دكتور. طيب خليني نرجع برضو للسيد العوكلي. سيد العوكلي يعني أوكي، هذا تواني من شعار. أنت حضرتك وين موجود حاليا؟ خليني أعرف. أنا في السعودية. وين؟ السعودية. في السعودية. طيب
طيب في يعني في اللي يقول لك إن هل هذا الموجود بس في المنطقة الغربية الموضوع هذا، ولا حضرتك كنت وزير في المنطقة الشرقية، ولا في اختلاف غديك المؤقتة ولا كذا؟ يعني هذا قبل ما يصير الانقسام. يعني اليوم أنا نقول لك إن في المنطقة حكومة الوفاق غارقة لرأسها في الفساد وزارة الصحة، هل نفس الشيء في المنطقة الشرقية ولا في اختلاف؟ في المنطقة الشرقية نحن على الأقل في عهدنا في الوزارة اللي هو قبل 2018 تعاقدنا مباشرة مع المستشفيات، وتعاقدنا مباشرة على حسب متوسط تكلفة علاج للمريض الواحد. يعني لما تأخذ 100 مريض تبي تعرف كم متوقع تكلفتهم، لأنك أنت لو أخذت يعني أحد المشاكل الأساسية في العلاج في الخارج قبل وبعد 2011 هي موضوع التفويض المالي. كل مريض يطلع يعطوه تفويض مالي بعشرات الالاف. انا فتحت 2 تفويض مالي بالغلط جوني في جنيفا، كان كل واحد حوالي 140 الف فرانك سويسري لعلاج مريض واحد. فبالتالي نحن الغينا موضوع التفويضات الماليه، لم نعطي تفويض مالي لمريض واحد، ولكن ذهبنا مباشره للمستشفيات، احسن مستشفيات في تونس وفي مصر، وتعاقدنا معهم بشرط أن ما يزيدش تكلفة علاج المريض الواحد غير الأورام والقلب عن 4000 دولار، وكذلك في تركيا. لم نتمكن من توقيع مثل هذا العقد في الأردن، لأن تكلفة العلاج في الأردن غالية جدا، لأن الحكومة الأردنية بتضيف حوالي 40-50% ضريبة على كل الأدوية، ونحن نعلم أن أدوية الأورام مكلفة جدا، لما تزيدها ب 50% حيكون تكلفة العلاج للمريض الواحد باهظة إلى حد كبير. صحيح. فبالتالي كلامك صحيح أنك أنت تقطع الرجل الوسيط، لأن الشركة الوسيطة هي الشركة التي حتزيد حتضاعف تكلفة علاج المريض. لأن عندها طبعاً التزامات، عندها مكاتب، عندها سكرتيرات، وعندها موظفين وغيرها، فبالتالي لازم تعمل يعني مكسب مادي على حساب العلاج المريض. في لكن خلينا من رأس الهرم في الوزارة دكتور، لكن في شواهد أخرى. يعني موضوع مثلا أنا لا أتذكر توا، لكن ربما دخلت في ذاك الوقت، دخلت مع زميلي وقتها نبيل بالحاج في موضوع شتاوي خش في أدوية ما أدوية، ما عادش نتذكر في تفاصيلها، لكن في مواضيع كانت. أنا أعطيك تفصيل حبي. ها؟ لا هذه الحمد لله، بالعكس هذه كانت يعني تعتبر شهادة في صالح وزارة الصحة وديوان وزارة الصحة في ذلك الوقت، لأن نحن قومنا فساد شتاوي. شتاوي كان ناوي يجيب أدوية بقيمة نصف مليار دينار ليبي، نصف مليار دينار، ووقفنا ضدها، وكانت هي السبب الأساسي لمحاربتنا في داخل البرلمان، في أعلى سلطة في البرلمان، وفي أعلى سلطة في الحكومة الليبية المؤقتة. اضطرنا ان نقدم استقالتنا باستقاله جمعيه انا والدكتور الدائري. لحظه دكتور. نعم. دكتور عوكلي، السيد الشتاوي هو اللي ارغمك بماله انك تستقيل؟ لم يرغمني، هم كان علينا ضغوط كبيره. هو اللي ضغط عليك خلاك تستقيل؟ انا لا استغرب هذا الكلام، انا لا استغرب دكتور عوكلي، انت وزير لما يكون في ضغط عليك من برلمانيين ومن الحكومة كلها، أنا لا أستغرب. هذه لوبيات الفساد اللي نحكوا عليها، وهذه موجودة أيضا في المنطقة الغربية، وبكل ربما ما زال في قوية جدا. طيب أنا مهتم إني نسمع. تقدر تشرح لي الموضوع على السريع دكتور، ولا حياخذ وقت منك طويل؟ ممكن أحتاج 5 دقائق. باي طيب، انا ما عنديش 5 دقائق، لكن انا مهتم ان والناس مفروض تسمع حتى هم. تفضل دكتور. في العامين الاوليين في عمر الحكومه المؤقته لم تصرف ميزانيه لشراء الدواء لنا اكثر من 30 او 40 مليون دينار في عامين متتاليين. فجاه في صيف 2016 كنا في اجتماع في رئاسة الوزراء، وكنا طالبين حوالي 20 مليون لشراء الأدوية، فسيد رئيس الوزراء قال احنا عندك موافقة على مليار دينار لشراء الدواء. قلت له مليار دينار واجد، لأن احنا ميزانية ليبيا ككل لشراء الدواء لا تزيد عن 750 مليون دينار، ونحن ما غطوش في يعني اكثر من نصف الشعب الليبي،
من النواحي العمليه، فبالتالي انا ارفض ان ناخذ مليار دينار لشراء الدواء. قال طيب 500 مليون، فقلنا 500 مليون معناه انا حناخذ منهم 150 مليون لتوزيعهم على المستشفيات وعلى المرافق وعلى الشؤون الصحيه لما كانش لها ميزانيه دار ثاني لمده اكثر من عامين منذ مجيء الحكومه الليبيه المؤقته، وبصعوبه تمت الموافقه على ذلك. في نهايه المطاف توفر، لم يسيل 350 مليون، هي المبلغ بالكامل كان ولا يزال الى حد ما في مصرف ليبيا المركزي، وتم تشكيل لجنه برئاسه سيد حبري وعضويه وزير الصحه وعضويه رئيس الطاقه الاداريه من اجل الادويه. كان الاكثر في العامل الاساسي في هذا كله كان هي الادويه التي تم توريدها عن طريق شركة المزاهرة، وشركة المزاهرة هي نسخة أخرى من شركة في طرابلس اسمها فارما، سمعت عليها في الماضية. كلها جاية أدوية مصنعة في الهند، وكان مكتوب عليها في بداية المطاف مصنعة في ألمانيا، يعني غش واضح. فأخذنا الأدوية، هم مصنعينها، هم مصنعينها في الهند وداروا شهادة منشأ متاعتها ألمانيا. نعم، كتب على الصندوق من برا صنع في ألمانيا. يعني يزوروا في الدواء. شيء مش رغبة في الرفض، ولكن لأن الإجراءات القانونية التي يجب توفرها لم تتوفر، وأهم شيء أن يكون في شهادة من خمس دول أخرى أن هذا الدواء حتى هو مصنع في الهند يتم استخدامه في خمس دول أخرى غير الدولة الهند هي الدولة الأم. للأسف شركة شتي وشركة زهرة لم تتمكن من توفير ما يفيد أو ما يثبت أن هذا الأدوية، أن هذه الأدوية أكثر من حوالي 200 صنف يتم استخدامهم دولة المصنعة للهند رقم واحد، ولا في أربع دول أخرى غير الهند نفسها، وبالتالي رفضنا ذلك. فكانت الضغوط طبعا للأسف، هم استغلوا رسالة أو تقرير من السيد رئيس لجنة الصحة في البرلمان كتب في نهاية 2014. لكن دكتور يعني لكن بنسألك، مش الدواء يصرف أيضا من طرابلس؟ في يجيكم دواء من في المنطقة الشرقية، يجي دواء من جهاز الإمداد الطبي، صحيح؟ مرتبات وزارة الصحة تصرف من طرابلس. نسبة بسيطة وقطعة جدا، نسبة بسيطة جدا كانت، يعني لا يكفي على واحد على عشرة من احتياجات المنطقة الشرقية من الأدوية في ذلك الوقت، ممكن حتى هذه اللحظة. دقيقة هي لا تكفي واحد على عشرة من الاحتياجات متاع المنطقة الشرقية، كم من المجموع اللي تجيب فيه الإمداد الطبي يمشي للمنطقة الشرقية؟ لربما ما هو العجز واحد على عشرة حتى على المنطقة الغربية والجنوبية. لا واحد حسب معلوماتنا، أنا لا أعرف كم يجي المنطقة الغربية والجنوبية، ولكن نحن على دراية تامة أن هذا كان أحد الزملاء في المستشفى سألته سؤال مباشر وجود رئيس وزراء، وقال أن احتياجاته من المعد التي تأتي من طرابلس كانت يعني لا تزيد عن 1/10 من احتياجات المستشفى. طيب مستشفى حديد. طيب للأسف حتى حضرتك سيد العوكلي صوتك يقطع شوية، لكن قدرت نفهم اللي حضرتك تقول عليه. خليني ناخذ فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونرجع من جديد. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أرجع إلى الدكتورة فاطمة. دكتورة فاطمة تسمع فيها بوضوح؟ دكتورة فاطمة الحمروش. نعم. أول مرة نشوف اسم السيد محمد، السيد هيثم عيسى، شفته في تقرير عندكم أنتم من وزارة الصحة، ما كنتش نعرف أنا. وكيل وزارة الصحة اليوم مش بس يعني تو وزير الصحة استقال، وما عمري أنا ما عرفت الشكل من قبل أسبوعين من الآن. السيد محمد هيثم دائما يتصرف أنه هو وزير صحة وأحيانا وزير خدمات للرئاسي، ويتم في مواضيع بسهولة وبيسر، ويعني السراج يعتمد عليه هو والسيد
مهندس فيصل قرقاب في قضاء بعض الأمور. أنا طلبت من سيد بشمهندس فيصل قرقاب أنه هو يدخل معي في حلقة وأنا ما زال راجي فيه وما باش يرد علي، حن يعني عندي ورق ما عندي مندير به، حنضطر أن نوريه للتلفزيون. وأنا صديق عزيز بشمهندس فيصل، ولكن هذه فلوس حكومة، فلوس الاتصالات مش مفروض تمشي لحجز طيران خاص للسيد السراج وما إلى ذلك، هذه مش دولة مدنية بالطريقة هذه. فنتمنى أن باشمهندس فيصل يدخل معي، ما ردش علي لكن يدخل معي. نرجع لموضوع محمد عيسى، من هو محمد هيثم يا دكتورة؟ من يكون هذا؟ كيف تعرفت عليه بداية 2012؟ أنت شديتي أنت وزارة الصحة، من يكون؟ يا سيد، أنا محمد هيثم عيسى، أول ما سمعت به أنا أيضا لما عارف أنت مسار خلاف بيني وبين الحكومة بإني ضروري إنهم ضروري يوقفوا هيئة شؤون الجرحى وتستلم وزارة الصحة العلاج وتوطين، أنا كنت نشتغل على توطين العلاج داخل ليبيا أيضا، ويوقف المشروع هذا بتاع استنزاف الأموال خارج ليبيا باسم هيئة شؤون الجرحى. طبعا قررت إني نفتح تحقيق عن يعني نوعين من التحقيق، تحقيق عن طريق يرأس السيد زوبي قبل سليمان زوبي قبل يمسك قبل المؤتمر، ذاك الوقت كان مازال المجلس الانتقالي موجود، طلبت منه يشكل لجان التحقيق والتدقيق خارج ليبيا، وكانت بموافقة وتفويض من السيد مصطفى عبد الجليل مباشر بدون علم الكيب، لأن طبعا أنا بصفتي وزيرة ما نقدرش نحقق في لجنة تتبع لرئاسة الوزارة إلا بموافقة من رئيس الدولة اللي هو السيد مصطفى عبد الجليل. بعدها طبعا علم الكيب بها الله يرحمه، ولكن قبلها ما كانش، يعني كان الإجراء سري بحيث أنها ما يتمش إفشالها كبقية المساعي اللي أنا كنت نشتغل عليها. فدرنا لجان تحقيق أو تدقيق في 41 دولة، هنا الدول اللي كان ليبيا تعرف فيها واحد، ودرنا أيضا شكلت لجنة تحقيق جنائي دولي اللي هي من مش لجنة ربي، كلفت شركة اسمها PwC برايس ووتر كوبرز، هذه معروفة شركة دولية معروفة. ليش؟ لأن نحن الليبيين ما ندروش نحقق في الشركات في الدول الخارجية، نحقق وما ما يخص ليبيا لعند السفارة ونوقف أنا، لكن الشركات الثانية اللي في الخارج للتعامل مع الجرحى وعلاجهم وبما فيها شركة الميدا اللي ذكرها السيد ناجي الدكتور ناجي بركات، فكلهن شركات خارجية يحتاج أنها تكون شركة دولية. وفعلا درنا الشغل هذا كله باهي، فنتائج التقارير بدأت ترجع يجيني منهن، واحدة منهن شركة اسمها شركة اليسع في الهند اللي هي طرف ثالث زي الألميدا بالضبط، تستلم كل شيء، تستلم الجرحى علاجهم سفرهم ولعند يرجعوا ليبيا. طبعا لقينا أن السيد محمد هيثم عيسى هو يا أما عضو مجلس إدارة يا أما مالك، المهم هو اللي يستلم في الأموال ويوقع عليها، وأشرف بن إسماعيل يحولها لشركة اليسع هذا. قدم هذا كله كان من ضمن التقارير، فوجئت لما جينا ندير التسليم والاستلام يجي السيد الدكتور الكيب الله يرحمه يقدم لي السيد محمد هيثم عيسى كرئيس لجنة التسليم والاستلام. طبعا أنا اعتراضي كان كتابي، رجعت رديت عليه قلت له ما نقدرش نقبل لجنة التسليم والاستلام رئيسها متهم وعليه شبهات، طبعا احنا ضروري من التحقيق بأنه متورط في الفساد متاع علاج الجرحى، يعني ما يطاعش الكلام هذا، هذه أول مرة نعرف بها محمد هيثم عيسى. طبعا رفضوا السمرة وانتهت مدتنا، نحن ما كانتش طويلة مدة الحكومة متاعنا، أعتقد الدكتور العوكلي يقدر يقول لك أنه تم في محاولة حتى لأن يكون وكيل العوكلي من بترشيح من ثني، ولكن العوكلي رفض، أنا أخلي الكلام هذا لكن أنا سمعت منه دكتور رضا الكلام هذا، وتوى طبعا حطوه وكيل الوزارة. لحظة دكتورة فاطمة، دكتور رضا العوكلي، نعم، هل الدكتورة فاطمة الحمروش قالت أن تكلمت معك، هل فعلا كان السيد محمد عيسى محمد هيثم كان بيكون وكيل لحضرتك؟ بالفعل الأستاذ محمد عيسى جاءنا إلى وطلب أن يكون
وكيل وزارة الصحة معك. في ذلك الوقت كان كنا بلاجئك مش قادر نسمعك. لا 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 كلامك مهم ومش قادر نسمعك، أرجوك ما نعرفش ندير، لكن عاود كلامك. أوكي دكتور رضا فهمنا بشوي بشوي. إيه لو كان عندك سماعات يا ريت تلبسهم. إيه أوكي. إيه نعم دكتور تفضل. أستاذ أحمد. نعم نعم تفضل. هل تسمعني؟ نعم نعم تفضل تفضل دكتور. تفضل دكتور تفضل نسمع فيك. نسمع فيك دكتور تفضل. سمع. نسمع فيك دكتور نسمع فيك تفضل. أيوة. طيب أول بداية حكومة جانا أستاذ محمد هيثم عيسى وطلب وكيل وزارة الصحة عن طريق أحد أقرباء الحكومة كان مرحوم جريرة، ولكن في ذلك الوقت احنا التزمنا بتكليف دكتور نبيل نجيدي مدير مستشفى درابش الطبي وكيل وزارة الصحة، وتم يعني لم نتمكن أو تم رفض طلب محمد هيثم عيسى أن يكون وكيل. في ذلك الوقت كان ملف الجرحى تابع لرئيس الوزراء السيد عبد الغني، فتم تكليف محمد هيثم عيسى بملف الجرحى بالحكومة المؤقتة حتى نهاية 2015 حين نقل ملف الجرحى لنا نحن كوزارة الصحة، ولم يتم أي تسليم وسلام بيني وبينه. كان دكتورة فاطمة عندك تعقيب على كلام الدكتور العكري؟ والله تعقيبي يعني ردوه يمسك هيئة شؤون الجرحى، ايش تبي بعد هيك يعني واحد تقارير بكل شيء ما ينفعش. انا والله يا استاذ احمد لما طلبت مني نشارك في البرنامج وقلت لي يعني للتوعيه، قلت لك انا دويت اثنين بطلت، كتبت اثنين بطلت ورسلت اثنين بطلت، يعني ما مش عارفه يعني هل في فايده اصلا من حتى التكرار؟ مش فاهم. صح يعني اللي يتكلم ويقدموا عليه مستندات يتم ترقيته ويمسك منصب. شنو بالضبط؟ كلام حقيقي والله، كلام حقيقي. المثبت عليه السوء يترقى في ليبيا. صحيح والله صحيح. طيب خلينا ما دام ضيفين تكلموا، سيد ناجي دكتور ناجي حضرتك عندك ايضا معرفه بسيد وكيل وزاره الصحه الحالي سيد بركات. نعم يا سيد محمد هيثم، انا متاكد انه جاني في شهر في 2000 وفي 2011 في شهر 10 ولا 11 10 تقريبا 10. ايه جاني هو مجموعه شباب، احنا كنا مديرين لجنه ازمه بتاع طرابلس وتشوف بعض الجرحى والمستشفيات والمستلزمات في كل مناطق، فجاني هو مجموعة من الشباب وقالوا نبغوا خشوا ندير اجتماع. اوكي درنا اجتماع، قال لي في هذاك الوقت جاي مجموعة شباب بيديروا أساس أنه بيستولوا عليه نقابة الأطباء في طرابلس وأنه يبقوا مركز نقابة الأطباء في شارع هايتي أو في البلدية. فقلت له أنت من حضرتك هو مهوش، قال لي أنا مانيش طبيب بالحرف الواحد، وأنه هو لا 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 دقيقة شن قال لك؟ قال هو مهوش طبيب يعني، ولكن هو مع الزملاء هذو ماي ويفكر بصوت عالي أن نقابة الأطباء تبي نقابة الأطباء ويخشوا فيها الأسنان والممرضين وكذا. قلت هذا موضوع منتهي منه، موضوع عندنا نقابة أطباء هنا وعندنا في كل منطقة في نقابة أطباء، وهذا مش شرط والموضوع هذا مش وقته، وإحنا عندنا أولويات لما تقوم دولة وتقوم كل شيء تفضل. ومن هذاك اليوم عاد شفته يعني ما عنديش بيه أي اتصال وما فيش أي اتصال. إلى أن طلع عرفت أنه لما تم طرده تقريبا من البيضة ولا من الدكتور رضا ممكن يعاقب على هذا، إنه هو تقريبا طرد من البيضة وتقريبا حتى في نفس الوقت إنه سجن في طرابلس 3 شهور لأن واحدة من قوة من الميليشيات اتهموه بالسرقة وبالاختلاس وتم سرق تقريبا مش عارف. فهذا كون عرفت اسمه يعني في 2015 2014، ولكن لما طلع في الفترة الأخيرة وأصبح كما قلت رجل مهم في ليبيا، وكما قالت الدكتور فاطمة اسرق واكذب وبلعط تولي ينقوك من منصب لمنصب
وهذه هي ليبيا في الوقت الحالي. أمثال الشخص هدايا عليه كثير من علامات الاستفهام، ليس هو فقط ولكن في أشخاص تانين، يعني لماذا يدخل يكون يعني تحت تصرفه مليارات من الأموال، مليار قرارات، يتصرف وكأنه الرجل الثاني أو الثالث في حكومة السراج، ولا أحد ينظر للشخص هذا ملفه إيش هو. يعني أنا نعرف أن الشخص هدايا هو خريج كلية زراعة، وأنه هو ماشي مدير بعثة في ألمانيا أنه يدرس في الطب، وأنه كذا، وكل هذا تزوير يعني، وما زال إلى حد الآن يمارس في مهامه كإنسان يمثل وزارة مهمة جدا في ليبيا ترعى مصالح ليبي 7 مليون ليبي. إنسان بالطريقة، إنسان مثل هذا مفروض إذا كان فعلا في حكومة وفي دولة وفيها رقابة إدارية وفي ديوان محاسبة، الشخص هذا المفروض ملفه كله يخرج للناس ويحقق فيه الإنسان هذا. إنما إنسان يعني يعطي في صورة سيئة جدا جدا على هذا القطاع، والذي هو يعني قطاع مهم جدا جدا في ليبيا. فأنا أرى أن الأخوة أجاء الدكتورة فاطمة والدكتور رضا يعني قالوا في يعني ما شهادة لا يمكن أن يتغاضى عليها الشهادة هذه. يعني مفروض إذا كان في دولة يعني الإنسان هذا مفروض أنا من بكرة يعني من غدا أن الإنسان هذا يوقف ويحقق معه، لو أن في دولة أجنبية تماما أن بعد ساعة يمشي يقبضوا عليه الإنسان هذا، يعني طرد من البيضة وسجن في طرابلس. أنا الحقيقة ما أنا ما بيش نكذب، لكن السي في متاع السيد محمد هيتم، يا أما الرجل جينيس ويكمل بسرعة وما يلبسش حتى في كندرته في القراية، ما شاء الله عليه متخرج من 7000 حاجة، يا أما كدبية واحدة من الزوز. أنا لا أعرف الحقيقة، أنا ما كانش عندي بال وسع أنني راسل للجامعات اللي كتبهم وكذا، لكن هذا ليس بموضوع سهل. مفروض يعني رئيس الحكومة لو كان يبي يعرف ويتأكد من هيك معلومات حتكون سهلة جدا، أنه حتى في الأوقات يعني صعب أنك أنت تتخرج في موضوع زي هيك. أنا لا يهمني منين نتخرج، فعليا هو يهمني منين تخرج، لأنه شاد رزق هلبة ما شاء الله سيد محمد هيتم، ويتحرك به بأريحية تامة، ويعطي فيه لناس، يعطي فيه ملايين مملينة لشركات جديدة بأربعة يورو وثلاثة يورو، ربما المدة الماضية انشرت يعني بالجرم واضح يعني لشركات عاطينها اعتمادات للتوريد، و500 مليون أيضا اللي أكتر. موضوع آخر خلينا نسأل، من نسأل فيكم من اللي موضوع كورونا من يقدر يجاوبني عليه؟ يعني احنا صرفين الان، من اللي يعرف كم صرفنا في كورونا؟ بس عشان اليوم مع سيد العوكلي عندك خلفيه، احنا صرفنا تقريبا نعم مليار، مزبوط مليار ومية، يقولوا مليار و100 مليون دولار. مليار و100 مليون دولار، يعني هذا يخليني نكون جدا متعفلق من حكومتي للاسف. مليار ومية، أنا ما نعرفش، أنا قاعد في تونس اليوم، تونس أدارت الموضوع بشكل مبهر الحقيقة، مش لأني موجود فيها، ولكن ما عندناش كورونا، ما فيش كورونا، نطلعون سنة موضوع الكمامات وكذا. ما نعرفش قداش صرفت 50-60-70 مليون دينار تونسي، الله أعلم، لكن هي بعيدة كل البعد. هل شن تقدر توصف حكومة صرفت مليار ومية مليون؟ وولادنا اليوم في سبأ قاعدين يموتوا في سرايرهم، ما فيش ولا واحد تم، ممكن 4 أنفار 5 أنفار اللي جوا أسرة بس. وين مشت هالمبالغ؟ مليار مليار. دكتور ناجي أرجوك وضح للليبيين شن تعني كلمة مليار في المستشفيات، في بناء المستشفيات، في تجهيز المستشفيات. خلوا الليبيين يعرفوا شو معناه مليار. مليار اسمعوا بهم قاعدين يطيروا كل شهر زي الحمام عندنا في ليبيا. فهم الليبيين شو معنى كلمة مليار، وين ما تعيش انت مليار شن يقدروا يديروا في 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 الدول الاخرى. دكتور مليار طبعا في ليبيا، في ليبيا المليار هذا يعني اوكي، يعني كان بالنسبه لعدد السكان، بالنسبه لعدد الخدمات اللي تقدمها في ليبيا،
رقم كبير جدا، لكن في دول اخرى مثل دول اللي هي الاوروبا الغربيه ولا امريكا لا يساوي شيء. لا 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 دكتور، لا لا دكتور، مش 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 حكايه مليار ولا شن تقدر تدير، شن تقدر تبني، كيف شكل المستشفى اللي تبنيها مليار، عرفت شن تقدر زوز مليار. لو ان مليار، لو ان في مليار دولار مثلا صرف، لو ان المليار دولار هذا لو انه اخذ من جزء منه، لا نقول مش مليار، نقول 500 نص مليار وصرف على مركز طرابلس الطبي او مركز بنغازي الطبي او مركز سبها الطبي وتم تحديثه وتجهيزه باحدث الاجهزه، وحيخلق يعني وتدريب الاطباء او معليش اوكي دكتور مبسط، خليني مبسط سؤال دكتور ناجي. 1200 سرير بكم تبنيهم مثلا في بلاد؟ كم يكلف مستشفى 1200 سرير كم يكلف؟ لا برا في الخارج 1200 سرير كثير جدا يكلف. السرير في بريطانيا مثلا السرير يوميا يكلف 400 باوند يعني 24 ساعه، يعني كثير جدا. لكن نتكلم على ليبيا، ان المليار هدايا يعني يعني ممكن يصرف، يعني ممكن دوله يعني اوكي لا نتكلم okay. شن يقدر يبني المليار دكتور، مش شن يقدر يبيت او كذا. ليبيا لو انك بتبني دي ممكن تحصل دي مستشفى بتاع 600 سرير، ولكن ممكن تجهز الهدايا. لكن طبعا الحاجات الاخرى بتاع تشغيله هو تاتيته هو كل شيء هذا يحتاج الى مبلغ اكبر. ولكن الوقت الحالي ليش تصرفت مليار على الكورونا في نفس الوقت كلها هذه بالتكليف المباشر؟ والتكليف المباشر دائما احسب تمام 30 40 الى 50% زياده في السعر، يعني انت خسرت نص المليار هذا راح كسرقه 100%، والنص الاخر انت اشتريت اجهزه واشتريت معدات من دول مثل الصين من تركيا من الهند من كذا، هذه لا تنفع ابدا. في نفس الشيء المعدات اللي اشتريتها هديه يعني تبي صيانه، تبي قطع غيار، تبي تدريب، تبي من يشتغل عليها، تبي ممرضين يشتغلوا عليها، اطباء يشتغلوا عليها، هذه كلها يعني بالتكلفه حتضيع هديه، يعني فلوس ضاعت بالهذا. صح ممكن تعطي شوية راحة للمريض الليبي أو للليبيين إن رأوا فيها في تم شراء هذه، ولكن في النهاية بكون لا تعني شيء. والمليار هدايا لو إنه صرف، لو إنه صرف أخذ المليار هدايا وعملوا مثل 200 سرير في بنغازي الطبي و200 سرير في طرابلس الطبي و200 سرير في و100 في سبعه ولا 50 في سبعه و50 في البيضه وجهزوهم لاستقبال الكورونا واستقبال الناس هذو مايا ودربوا ناس، كان افضل من ان السيد هيثم يوزعها على عمداء، يقول لي عمداء البلديه تعطيهم 20 مليون ولا 10 مليون 10 مليون ويشري لهم سيارات ويعطيهم تليفونات باش ما يحولوش. هذا وين الفساد اللي وين راحت الفلوس هذه كلها؟ وكيل وزارة الصحة يوزع على بلديات سيارات حتى لو كان الدافع هو كورونا، يعني والله هذا سخف، يعني والله أنا نطالب النائب العام إنه هو المفترض يقبض على هذا الرجل الحقيقة، يعني مع كل احترامي للسيد محمد هيثم، لكن المفترض أنه ما يباتش اليوم خارج السجن الحقيقة. أنا اللي شفت فواتير دليل ثابت، ما نعرفش حتى نائب العام شن قاعد، يعني المفترض أنه يتحرك بسرعة لهذا الموضوع. السيد محمد هيثم نعرف ليش السيد السراج مستريح له، السيد محمد هيثم على طول يقول للسيد السراج تملي الموضوع هذا، حجز لي غديك، دير لي. السيد محمد هيثم عنده جمايل عليه هلبة ناس موردين بأرقام كبيرة جدا، ما نعرفش دمت المالية حقيقة إنه هو ياخد لنفسه ولا لا، ولكن يقدر يتم للسيد السراج بأريحية أكثر ما يخش في بيروقراطيات الصرف وما إلى ذلك بدون لا ديوان ولا غيره من كلام. لكن في كلام آخر وهو دكتورة فاطمة، مش بس المصروفات اللي تنصرف في وزارة الصحة، في كارثة أكبر منها
الالتزامات اللي يخلوا فيها الوزراء وراهم في وزارة الصحة. هنا كارثة أخرى. اليوم ديوان المحاسبة بالتواصل مع ناس يقولوا لي أحمد اللي ينصرف شكل واللي قاعد التزامات شيء آخر، وهذه الدولة حتدفع حتدفع. شيء جاء وشيء ما جاش، وشيء يعني أنسولين المدة اللي فاتت بس مدة قريبة جدا لو احنا كمية كبيرة. المشكلة أن الليبيين يعتقدوا أن في حاجة اسمها فلوس دولة، وهي ما فيش فلوس دولة، في فلوس مواطنين، فلوس أنا وحضرتك والدكتور والدكتور لا وابني وزوجتي، وهذا هذا فلوس ليبيا، ما همش فلوس، فيش حد حاجة اسمها فلوس ليبيا. كمية الالتزامات دكتورة، هل كانت هنالك التزامات حتى قبل كانت بهالطريقة هذه من هيئة شؤون الجرحى بما أنك ما كنتيش تبتعثي للعلاج في الخارج؟ والله هو الالتزامات مش بس الهيئة، حتى المشاريع يعني هيئة الجرحى مثلا كانت أولى. أنا أتفكر فترة المبلغ اللي يعترف معيل بأنها صرف عن طريق مصرف كبير مركزي وآلية مؤقتة في قريب من منتصف 2012 وصل 3 مليار على العلاج في الخارج تحت مسمى الجرحى. طبعا في شركات، احنا لما درنا التدقيق لقينا ان المبالغ فعلا يعني مبالغ فيها بشكل عجيب. فيه دول نقصنا القيم بتاع العلاج مئات الملايين، يعني عجيب الارقام اللي قدرنا ننزلوهم. خساره والله، خساره، مجهود كان كبير جدا، وكان الهدف توطين العلاج على نهايه 2012. بمجرد ما خرجت من الوزاره جاء زيدان رجع الهيئه من جديد، حطها نسيت اسم الوزير اللي حطها فيها، وبدات نفس العصابات ترجع من جديد تحت مسميات مختلفه. نحن شركه الميدا نهينا حتى العقد معها، نهيتها بالكامل، وقلت لهم شو محكمه اشكو في محكمه اوروبيه. هي نحن هي شركه في الهند عشان تشرف على 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 صحه في البحر المتوسط. دكتوره كيف تجي هذه؟ لا لا لا، هنا تو اللي نحكوا عليه، احنا شركتين، شركه الميدا المانيه. سوري، الميدا، قاعده تشتغل تقريبا الميدا لليوم تقريبا، اعتقد عادوا بعد انا طلعت من الوزاره، مع انه يعني معروف فساد الشركه هذه. نتفكر لما جاني زياره وزير الصحه الالماني جاب معاه مندوب الشركه او مسؤول الشركه، قلت له هذه الشركه نحن دادين فيها تحقيق، ومع احترامي لك ما عنديش اي كلام معاها. فعلا جلست المراه في يعني في تركينا، تقدر تقول ما دوتش معنا بك النهار كله، قعدوا يوم كامل. لكن طبعا لما تطلع انت من الوزاره، هم شنو مشكلتنا نحن في ليبيا؟ لما يجي وزير جديد يحاط بعصابه تغطي عليه الامور اللي ما يبغونش يظهرا، وفي نفس الوقت ما فيش تقدر تقول استمراريه للشغل الاولي. اللي يجي يبدا من جديد. نعم، اللي يجي يبدا من جديد، صحيح. نعم والله. طيب، والله انا اقول لك يعني هي مش دوت ونحكي على نفسي، والله ما كنت بنبدا من جديد يعني، لكن المشكله لقيت الوزاره ما فيهاش ناس قاعدين، الاولين كلهم ماشيين مش قاعدين، واللي موجودين نص الكلام اللي وصل لي مش صحيح يعني، في بعضهم اللي حتى متفاهمين مع شركات اخرى باش يسترزقوا من وراهم يعني. نحن المشكله الاساسيه في ليبيا ان كما قلت رزق حكومه ربي يدومها، هذا تفكير الناس. هذه الكلمه هم ما يندروش عليها، رزقنا احنا ربي يدومها، ربي يدومها، مش رزق حكومه. طيب ممتاز، خليني ننتقل. انا في الدكتور نبيل معنا على الخط، لكن انتظرني بس شويه دكتور نبيل، خليني نمشي لاخر سؤال، في اخر سؤال للدكتور العوكلي. دكتور عوكلي اشكرك مره اخرى، واتاسف منك مره اخرى اني غلطتك في 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 معلوماتك، المفترض الدكتور اللي قدامي من ايه، لكن ما دامك جبت ومتمكن من الارقام ما شاء الله عليك، باهي 240 ألف موظف، هل هذا ربع مليون موظف لشعب فيه 6 مليون و400؟ احنا عندنا حلقة على السجل المدني وتزوير الأرقام الوطنية قريبا أيضا، لكن 6 مليون و400 ألف نسمة، هذا عدد السكان الليبيين، كيف يكون عدد العاملين في قطاع الصحة 240 ألف موظف؟ هل هذا رقم يقترب من الواقع دكتور؟ في الواقع تسمع كويس، أن
انقطع. مش مشكلة دكتور، مش مشكلة، تفضل. في الواقع أن عدد العاملين في القطاع في ليبيا قد يكون أكثر من الألف. عدد الأطباء والتمريض يكون مناسب جدا، ولكن عندنا عدد كبير من الإداريين والناس اللي محسوبين على صح، وفي الواقع رواتب هؤلاء الأشخاص بما فيهم الأطباء والتمريض يعادل 50% من ميزانية قطاع الصحة. يعني من $1,000 تنفق فيها على أنت السنة الواحدة، تلك القيمة تمشي في رواتب العاملين في القطاع، معظمهم للأسف حوالي 60% منهم لا يذهبون للعمل، مسجلين كأعضاء عاملين في المستشفى أو في المركز الصحي ولا يذهبون للعمل. وأعتقد أن أحد وزراء حكومة الإنقاذ كلف بين يوم وليلة حوالي 30,000 أو 60,000 موظف في قطاع الصحة بقرار واحد، وهذا طبعاً كان مشكلة كبيرة في زيادة عدد العاملين في القطاع، زيادة الإزمات المالية لرواتب هؤلاء الأشخاص في القطاع. طيب طيب طيب، ابقى معي دكتور. خليني أرحب بالدكتور نبيل لأجيال. دكتور نبيل أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لبقائك معنا. أكثر من مرة يفصل ويرجع التليفون دكتور نبيل. سيد أحمد وشكرا على تحت هذه الفرصة، وأهلا بالضيوف الكرام والزملاء والأصدقاء. أهلا وسهلا بك دكتور نبيل. حضرتك مدير لمستشفى طرابلس الطبي، كيف تصف دكتور نبيل حال هذا المستشفى اليوم؟ احنا قاعدين نحاول قدر الامكان بالامكانيات المتوفره لدينا ان احنا نصنع من هذا المستشفى التي كلفتها بيصبح مستشفى جامعي مرجعي تتوفر فيه يعني وسائل او طرق علاج المرضى اللي كنا نبعث فيهم في الخارج، يعني بمبدا توطين العلاج. فالوضع الحالي ان احنا التركة كانت كبيرة الحقيقة. المستشفى طبعا البنية التحتية متاعها عمرها اكثر من 40 عام، فيه يحتاج الى صيانة، وكان حقيقة لما استلمت يعني فيه اشياء كثيرة تحتاج الى صيانة. عندكم مشكلة في المجاري دكتور نبيل، يعني وصلت لهذا الحد. هذه مشكلة المجاري قائمة منذ سنة 2009 و2008، واحنا قاعدين طبعا نضع في حلول تلفيقية حتى تتوفر الميزانية اللازمة لتنفيذ مشروع وقف لها اكثر من 10 او 12 سنة. فيه مشروع المياه الصرف الصحي والمياه الساخنة والباردة اللي هي الحمامات، هذا يعني ترصد لها مبالغ ولكن لا نراها، فبالتالي ما فيش شركه. كيف ترصد لها مبالغ لا تراها؟ شو معناها؟ يعني تو انتم تتكلموا بكري على مليارات وملايين، انا كمدير مستشفى حقيقه يعني، ويتهموا فينا بخنبه ومش عارف شنو هو. وينهم الفلوس هم؟ طيب وينهم؟ احنا نشرحوا فيهم على الورق. احنا مدراء المستشفيات، وانا اتكلم هنا بالنيابه على زملائي مدراء المستشفيات اللي نعرفهم في طرابلس كلهم، الميزانيات لا تسيل، تنحط أرقام، ولكننا نعاني جميعا. أنا أقولها لك بالحرف الواحد، أنا لما استلمت المستشفى يعني شنو، خرابة خرابة، ما كانش فيه لا يشتغل لا كمبيوتر، لا جهاز تصوير مقطعي، لا جهاز أشعة، المعمل كل المواطن يمشي يديرها برا، الصور يديرها برا، المختبر المركزي ما يشتغلش غير في سي بي سي ممكن ولا حاجة من طبيب فقط لا غير. ولما استلمت المنصب هذا على اساس ان احنا تتوفر لنا الامكانيه، ان احنا الميزانيات، ان احنا نصلح الوضع القائم، وكان يحتاج الى مبلغ كبير الحقيقه. لم تستطع الحكومه مع محاولتها الحقيقه، ما ننكرش ان السيد الرئيس ووزاره الصحه حاولوا انهم يوفروا الميزانيه اللازمه، لكن البيروقراطية ما نعرف شنو صاير بالضبط، يعني ما فيش مشروع في البلاد اللي عندها
ونوقعه حتى عقده. باي باي دكتور نبيل، يعني في شكاوي من المواطنين، عندنا التمريض سيء في ليبيا، احنا ما نعرفش معنا والله ليش سيء التمريض، ليش الديوتي بتاع الليل ما يكونش متواجدين الموظفين هذوما؟ هل كل الممرضين والممرضات يداوموا؟ هل تطرد في اللي ما يجيكش تحرمه من معاشه، ولا زي اللي يجي زي اللي ما يجيش توازي تساوي فيهم من بعض مع بعضهم؟ شنو السيستم اللي غيرته سيد نبيل لما حضرتك دكتور كنت يعني ولات مدير مستشفى، شنو اللي غيرته في هذا الموضوع؟ اننا حاولنا بالموجود ان احنا ندربوهم ونطوروهم. للاسف الشديد المستشفى، انا باش نقول لك بالارقام باش نبدو واضحين لما قبل ما نتكلموا، المستشفى كانوا فيه 2400 ممرضه، منهم 1200 ممرضه اجنبيه متخصصه، يعني عندي توا 9 ولا 10 حجرات عنايه، غرف عنايه، كانوا كل عنايه تشتغل ب 16 سرير الى 20 سرير. الان التمريض التخصصي مش موجود للاسف الشديد، يعني التمريض الوطني المؤهل اتجه للقطاع الخاص لان القطاع الخاص مجدي اكثر، هذه رقم واحد. التمريض الاجنبي تم اجلاءه، يعني نقول لك تم اجلاءه نتيجه لعدم التزام الدوله الليبيه بعقودهم. هذول ناس متغربين جايينك من الفلبين، جايينك من الهند، جايينك من 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 اوكرانيا، جايينك من كرواتيا، جايينك من يوغوسلافيا، جايينك من عده دول. هذول جايين ناس تبي تشتغل وتبي تحول فلوسها لاهلها في بلدانهم. لما انت تجي في شهر 8 سنه 2018 وتقرر فرض رسوم على النقد الاجنبي ولا الممرضات كلهم سيبوا مشوا، هم سافروا ما سافروش لان ما فيش امن، او الامن ما دكتور لا. دكتور دكتور كم في يعني مستشفى حكومي بهي يقول لك مستشفى حكومي دقيقه بس دكتور نبيل، مستشفى حكومي يقول لك برا جيب السرنجه معاك وجيب حتى الجلوفز معاك وما عندكم حتى حاجه، واحنا نصرف سيد نبيل بس غير عشان تفهم سؤالي لازم تسمع بس لو سمحت، يقول لك جيب لي جوانتيات وجيب لي الليبرا وجيب لي المعدات الدواء كلها في يدك وتعالى، واحنا نعطوا في مليار للامداد الطبي، ودولة فيها 6.5 مليون ليبي ونصنا ما هناكش مهجرين، دولة يكون فسطة صرح هيك كبرى واخدين هكتارات، بالله كم في سرير عناية مركزة دكتور نبيل عندكم؟ أولا نقول لك على حاجة، قداش في سرير عناية عندكم بس دكتور نبيل؟ نسمع فيها قداش في سرير عناية عندكم؟ المخصص او التصميميه لا قديش عندكم توا سرير عنايه موجود جاهز اليوم؟ كان حد يبي عنايه مركزه، كم عندكم سرير اللي يشتغلوا توا؟ ايوه نتيجه لنقص التمريض باهي، ممكن عندي ممكن مجرد ما بين 8 عنايات ممكن عندي 20 سرير عنايه و 23 سرير حضانه بالقوه درناهم، كانوا يحملوا الحضانات نتاعنا اللي هو النيونات، كانت سته سرير فقط في النيونات من 60 تلك الزمان ما كان عندنا تمريض. سيد الفاضل شوف احنا نشتغلوا بنفس الكفاءه نتيجه لسوء الاداره وسوء إدارة الأموال. إذا كانت تتكلم على الطبي حتى كان بتجي بيسا بمستشفيات العالم اللي أنا زرتها ونعرفها وخدمت فيها يا أخي في بريطانيا، ميزانيتنا إحنا لا شيء، تعرف لا شيء. أنا توا في الشهر السادس من السنة، باهي نفس السنة كمل حتى الميزانية المرتبات اللي توصلنا ناقصة،
وعندي أكثر من 500 طبيب وممرض وفني وعامل، فهمتني؟ ما زال ما قبضوش مرتباتهم ليهم أكثر من سنة ونص وسنتين، وفي لي 3 سنوات، فهمتني؟ باي هذوما يا دكتور، هذوما يجوا يشتغلوا، خليني من الفلوس اللي معطوهم لك شباي، لكن في موضوع إدارة دكتور، في موضوع إدارة، عدم وجود تمريض في المستشفى هذا خطأ إداري وليس خطأ الدولة، الدولة موظفة قاعدة تدفع في فلوس، لكن وينهم هادو؟ هذا مسؤولية حضرتك، يعني انك انت تخليهم يلتزموا بشغلهم، هذا مش بالبلاش يشتغلوا، لازم من قالك مش ملتزمين؟ فأنا قلت لك المستشفى يحتاج إلى المستشفى محتاج إلى 2400 ممرضة، الآن عندي 600 ممرضة، شنو بيلتزموا ما يلتزموش؟ دكتور فهمني؟ دكتور احنا نوقع في العقوبات، دكتور انت قاعد تقول لي عندك 2000 غرقيقة بس، انت نص المستشفى ما يخدمش، قاعد ما تستحقش لي 1200 ممرضة، تبي فول كاباسيتي؟ لا بالله شنو الكلام هذا؟ كيف يا راجل؟ أنا نبي نخدم 1200 سرير وكل غرف الحياة كلها مش نستقبل المواطنين، ما نقدرش نخدمها مش لأن يغيبوا الممرضات، هذا لأن الممرضات مش موجودين، إما التمريض التخصصي أنا مش ممكن نشغل مسعف أو مسعفة أو مساعد ممرض في عناية، لا يمكن، بالطب ما يجيش، بالقانون ما يجيش، أنا بنقدم العناية لها ممرضات خاصين، حجرات العمليات، غرف العمليات، مساعدة الدكتور، هذه لها شهادة تخصصية في العمليات، هذه مش موجودة. الليبيات معظمهم خريجين، يا ما حد متوسط، يا ما حد عالي. الخريجات كلية التمريض أعدادهم محدودة جدا، وإحنا وظفناهم للأسف الشديد ودرت لهم عقود خاصة بحيث إن إحنا نشجعهم إنهم يجوا للقطاع العام. وبالفعل جونا 36 وحدة منهم، عيناهم في سنة 2019، متعاونين باش نقدر نعطيهم مرتباتهم بسرعة ونتجاوز الروتين الإداري متاع ديوان المحاسبة ومتاع الازدواجية ومتاع وزارة المالية ووزارة العمل ووزارة شنو، احنا هذا كله درناه، وال 36 ممرضة قاعدوا يشتغلوا مساكين 6 شهور كاملات ما قبضوش ولا مليم هم في بداية حياتهم، وما ليهم يراجعوا فيهم، والقطاع الخاص مستعد يخلصهم من غضوة، وممكن يخلصهم حتى بالدولار. لعلمك القطاع الخاص الآن يحمل في مرتبات التمريض متاعه الأجنبي، لأن يحولهم بالدولار طبعا، يعطي في مرتباتهم بالدولار يحملها على المواطن، لكن أنا كقطاع عام ما نقدرش نحمل ولا قرش على المواطن. فبالتالي أنا يا سيدي يا سيدي المحافظ، أنا كتبت للمحافظ مصر الجنوبية المركزي في نهاية سنة 2018 وكررتها في سنة 2019، طرحت لي مشكلة التمريض بأن هو مصر ليبيا المركزي محولوا له حوافظ مرتباتهم ويحول له منهم ليهم، وكان بيفرض رسوم على نفسه يفرض رسوم على نفسه، لكن أنا مش معقولة بنجيب ممرضة من الفلبين نشغلها ب200 دولار، هذا مش معقول. وقاعدين طبعا كلهم توا يرفعوا علينا في قضايا لان احنا ما خلصناهمش، وانا منين نجيب التمريض اذا كان التمريض الليبي مش قادر الدوله تخلصه؟ انا ميزانيه ما عنديش باش نكافي المجد، اللي عندي القدره عليه ان انا اللي غايب نخصم له، واللزه ولما اللزه ثاني يوم نلاقي روحي مش بحوين. على كل حال أرجوكم راهو المبالغ الخيالية اللي تحكوا عليها مش وصلتنا احنا مدراء المستشفيات، نقول لك يعني. وبعدين مش كلها الحكاية بني ورخام وزليز وواحد وماكينات وتجهيزات، في قوة هي اللي بتخدم عليها، القوة البشرية إذا كان أنت ما شجعتهمش بالمجد كافيه اللي ما يشتغلش الجزئيه وتخصم منه، انا ما عنديش القدره على هذا كمدير مستشفى، ما عنديش القدره على هذا. انت 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 تقول، انت تقول دكتور نبيل ان عندك 2400 ممرضه ل 1200 سرير صح؟ الى 2400 ما عنديش 2400، انا عندي 600 فقط من ال 2400، و600 400 منهم ولا 500 هادو شن اسمهم مساعدين ممرضات او هيلبرز، نسموهم هيلبرز، هذونا دوره تدريبيه نتاع اسعاف
وعندي شويه من المعاهد المتوسطه، ولكن المجموعه اللي قايم بهم المستشفى تو اللي بيشتغلوا في العنايات وانا نحييهم بصراحه على نضالهم، هذول خريجين معاهد عليا. دكتور 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 بركات قاعد معي ولا سكرنا عليه؟ دكتور بركات اوكي. دكتور دكتور حتى العوكلي اي حد. دكتور كم 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 معدل، كم المعدل في الخارج لكل مريض؟ كم مفروض يكون كم مريض لكل ممرضه؟ اكيد في معدل هيك ولا انا غلطان؟ في معدل صحيح. ايه انا لا اذكر الرقم بالضبط، كان ممكن حدود 4-5 لكل 1000 مواطن. ممكن الزملاء يصلحوني لو انا غلطت في الرقم. نقدر نسمع اجابه من السيد دكتور ناجي او الدكتوره فاطمه، كم معدل الممرضين لكل مريض؟ كم مريض لكل ممرضه؟ انا ما عنديش فكره الحقيقه، يعني ما نقدرش نعطيك اي احصائيه. بالنسبه للمستشفيات في بريطانيا، بالنسبه لعدد التمريض يعني لا يتجاوز مثلا لكل، هم يقولوا حوالي لكل ألف مريض بيكون فيه 6 دكاترة، وبيكون في والتمريض بيكون يعني حوالي 12 ممرضة لكل 1000 مريض. يعني هذا بالنسبة لعدد التمريض. طبعا التمريض هذا في تمريض عادي، في تمريض متخصص، طبعا المتخصص بيكون أقل، وفي اللي هم مساعدين التمريض بيكون أكثر. فالتمريض اللي هو الأساسي بتاع الأسرة يقوموا برعاية المريض يوميا يعني يتراوح من ما بين 8-12 ممرضة لكل 1000 مريض في المستشفيات، وهذا يختلف، التخصصي طبعا يكون أقل. أشكركم جزيل الشكر، أشكر الجميع على الحقيقة. كانت حلقة كنا حنستفيد، حتى أنا كنت حنستفيد من كثير من المعلومات، لكن نتمنى من وزارة الصحة إن هي تدير حاجة بديهية اسمها عطاءات عامة، تحط شنتبي بقبل وقت مريح ويشاركوا كل الناس في هذه العطاءات، مش ما نتهموش حد بأنه هو فاسد أو يفسد في البلاد. مش معقولة رئيس ديوان محاسبة هو اللي قالها، مش أنا قلت، إذا كان في شيء غلط فالسيد خالد شكشك هو اللي قالها. من 2011 لليوم إحنا نغرقوا في الفساد غرق، ما فيش ولا جهة في ليبيا تطلع وتقول نبي ندير كذا وكذا وفروا لي كذا، دائما بالتكليفات المباشرة للناس اللي عيونهم خضر، والناس اللي التجار الكويسين اللي تهمهم مصلحة البلاد. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام، نلتقي معكم في الحلقة المقبلة بنفس التوقيت في أمان الله.